الحمد لله على السلامة يا بوب، رجعت امتى من المصيف؟ اسكت، ده كانت ايام متعبة، العربية عملتها معايا مع اني فاحص قبل ما اسافر. ليه في ايه؟ اول ما مسكت الطريق مفيش ساعة وهوب لقيت لمبة الاعطال منورة، ده غير ان سحب العربية والطلعات على الطريق تحس ان عزم الموتور ضعيف، مع ان العربية موديل حديث مش قديمة يعني، وتحس كده ان صوت الموتور عالي بدون سبب، ده غير اني مونت اكتر من مرة تحس ان البنزين بيتاكل. لا وتكمل بحرارة العربية دايما عالية، وتقفل بقى بالبوجيهات اللي اتحرقت، غيرتها وانا هناك. انت بتضحك؟ اصل انت ما سمعتش كلامي، قلت لك روح كارتك باور. ودي فرقت يعني؟ طبعا فرقت كتير. ده اول مركز متخصص، يعني موتوسيكلات، تكاتك، ملاكي، ميكروباص، نقل تقيل، كله موجود، وعندهم دورة تنظيف كربون متكاملة، تنظيف الكربون المتراكم في المحرك، وهو السبب في كل المشاكل اللي واجهتك دي على فكرة، وتنظيف علبة البيئة، وتنظيف دورة الحرق داخل المحرك، وده مش هتحتاجه غير كل 5000 ل10000 كيلو حسب نوع وعمل عربيتك. وخلي بالك ده كمان هيقلل استهلاك البنزين، وعندهم تنظيف بالأوزون، وقسم خاص لتغيير الزيوت، واكسسوارات لجميع أنواع السيارات. يلا مستني ايه؟ اشتري راحة بالك وروح كارتك باور. لمزيد من التفاصيل تواصل معنا.